اولا كنبغي نشكر جميع المغاربه وجميع الحضور اللي حضر معايا في التكريم، وكنبغي نهديه لجميع الرياضيين وجميع المغاربه. وهذا التكريم اللي كنبغي نشكر عليه كل من شارك لي في مسيرتي الكرويه، ومن مسيرين ومدربين ولاعبين، وكنبغي نقدم الشكر والتقدير للشباب المحمديه في شخص رئيسها السيد هشام ايتمنى اللي قدم لي الهديه اللي كنبغي ليه التوفيق والتيسير والصحه والعافيه ليه ولوليداته.